بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أعزائي عزيزتي متابعين والمتابعات، المشاهدين والمشاهدات، تلاميذ والتلميذات، أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص القراءة، نعم، من أسبوع التقويم والدعم، وكما تعلمون فالوحدة الخامسة بعنوان الغابة. إذن لدينا هنا نصا بعنوان احتفال من نوع خاص، سوف نقرأه ونجيب عن أسئلة الفهم. كذلك هناك أسئلة لغوية، نعم، تطبيقات لغوية مرتبطة بهذا النص، كذلك سننجزها في الحصة القادمة. إذن كالعادة سوف نقرأ النص ثم نفهمه، بعد ذلك نمر إلى الإجابة عن الأسئلة. إذن المرجو التركيز معنا إلى آخر الحصة. احتفال من نوع خاص. كان الجو جميلا فخرجنا نتنزه بضواحي القرية، لفتت انتباهنا شجرة عرعر كبيرة ذبلت أغصانها واصفرت أوراقها فدنونا منها. صباح الخير يا شجرتنا الجميلة، عيد سعيد. صباح النور يا أطفال، عن أي عيد تتحدثون يا أصدقائي؟ إنه عيدك، عيدك أنت وأخواتك في الغابة وفي الحدائق. أنسيت يوم عيدك؟ شكرا لكم أعزائي، كل عام وأنتم بخير. أيحتفل مثلي بالعيد؟ ألا ترون حالي؟ لقد تسلق أطفال جذعي بالأمس وتأرجحوا في أغصاني وكسروها وأتلفوا أوراقي. شيء مخجل أن يقع لك هذا في يوم عيدك يا شجرتنا الظليلة، إن الأشجار خائفة وحزينة. لقد عاد هؤلاء الفتية صباحا وتوجهوا نحو شجرة الأرز الباسقة، سيعبثون بما بها كما عبثوا بأغصاني. أثارت انتباهنا زقزقة غريبة للعصافير فالتفتنا، كانت مجموعة من الصبية متسلقة شجرة السنديان العظيمة ومجموعة أخرى تعتلي أغصان شجرة الصنوبر. ها هو ذا رجل الغابة قادم، يا لها من صدفة. كانت فرحتنا كبيرة بقدر ما كان خوفهم شديدا، لا شك أن الرجل حازم وسينتقم لهذه الشجرة المسكينة. ما هذا الدمار؟ ما هذا التصرف الأهوج؟ هل أنتم من فعل هذا؟ تفحص المكان ثم التفت إليهم قائلا: بالأمس احتفلتم بعيد الشجرة في مدرستكم، واليوم جئتم لتخريب الغابة، أهكذا نرد جميل الأشجار؟ أهذا تطبيق لما تدرسونه بالمدرسة؟ اعتنوا بالأشجار وحافظوا على هذا الكنز العظيم. وبينما هو ينصح ويلوم، إذا بعصافير صغيرة لا تقوى على الطيران تفر من بين أرجل الأطفال في اتجاه الحشائش. إذن كما لاحظتم وكما استمعتم هناك، نعم، فالأمر يتعلق دائما بمحور الغابة ومحور الأشجار. لدينا في بداية النص حوار دار بين مجموعة من الأطفال خرجوا للتنزه والاستمتاع بالجو الجميل بضواحي القرية، نعم، فأطار انتباههم شجرة عرعر كبيرة، نعم، وقد دبلت أغصانها وتكسرت، فدار حوار بينهم وبين تلك الشجرة، نعم. وفي المقابل هناك أطفال آخرون، نعم، كذلك يوجدون بالغابة، وهذه المرة هم يعبثون ويكسرون الأغصان، أغصان الأشجار، أغصان الصنوبر، شجرة الصنوبر والسنديان إلى آخره من أنواع الأشجار الموجودة بالغابة، نعم. ولكن جاء حارس الغابة ووبخهم وحذرهم، نعم، وأعطاهم درسا قاسيا كيف يحافظون على الأشجار ولماذا، نعم، كسروا أغصان الأشجار الموجودة بالغابة. إذن من أجل فهم النص أكثر سوف نمر إلى الإجابة عن أسئلة الفهم المتعلقة بهذا النص.
السؤال الأول: أقرأ النص قراءة هامسة ثم أنصت لقراءة زميلي أو زميلتي. إذن السؤال الأول هنا متعلق بقراءة النص قراءة هامسة أي بصوت خافت، ثم تنصتون لقراءة زملائكم وزميلاتكم. إذن هنا الأمر يتعلق بقراءة النص قراءة متأنية حتى تتمكنوا من فهم أحداثه وما جرى فيه. ثانيا: أقرأ ما دار بين الأطفال والشجرة قراءة معبرة. إذن هنا كذلك تقرؤون حوار الذي جرى بين الأطفال والشجرة، كذلك قراءة معبرة، تعبرون تعبيرا يوحي بتشخيص الحوار وتجسيد هذا الحوار الذي دار بين الأطفال والشجرة. ثالثا: أضع شبكتي مفردات انطلاقا من النص، الأولى لها علاقة بتدمير الأشجار والثانية بالاعتناء بها. إذن هنا سنضع شبكتي مفردات انطلاقا من النص، الأولى تتعلق بتدمير الأشجار والثانية تتعلق بالاعتناء بها. أو شبكتي مفردات انطلاقا من النص، إذن قلنا الأولى ستكون لها علاقة بتدمير الأشجار والثانية بالاعتناء بها. إذن بالنسبة للكلمة الأولى، أنا اخترت هنا من النص اخترت كلمة عبثوا. عبثوا، سنستخلص أو نستخرج جميع الكلمات التي تدور في مجال هذه الكلمة. إذن هنا لدينا كسروا، ثم أتلفوا، مخجل، أهواج، تخريب، يلوم. إذن هذه كلها كلمات لها علاقة بتدمير الأشجار. بالنسبة للكلمة الثانية اعتنوا، الكلمات التي لها علاقة بالاعتناء بالأشجار، الاعتناء بأشجار الغابة. لدينا هنا عيد، احتفلتم، حافظوا، ينصحوا، سعيد، النور، إلى آخره من الكلمات الموجودة دائما في النص. رابعا: أحدد معنى خجول. إذن ما هو المعنى؟ إذن أنتم تبحثون في معاجمكم معجم للغة العربية عن معنى خجول. أنا هنا أعطيت معنيين، إذن أعطيت معنيين لكلمة خجول. إذن معنى خجول، خجول المعنى الأول أي كثير الحياء. الشخص الخجول أو الطفل الخجول هو الذي يكون كثير الحياء. وكذلك لدينا مخجل أي مخزي، قبيح، معيب، مشين، إلى آخره. خامسا: أذكر أنواع الأشجار الواردة في النص وأذكر صفاتها الواردة بعدها. إذن لدينا هنا بعض، هنا استخرجت أنواع الأشجار الموجودة بالنص. إذن من أنواع الأشجار وصفاتها، لدينا هنا الشجرة ثم صفاتها. العرعر، شجرة العرعر، صفاتها كبيرة، دبلت أغصانها واصفرت أوراقها انطلاقا من النص. لدينا شجرة الأرز أي باسقة وعالية، معنى باسقة أي عالية. كذلك لدينا شجرة السنديان كبيرة وعظيمة. الصنوبر كذلك كبيرة وأغصانها متفرعة. السؤال السادس: لماذا خجل الأطفال رغم أنهم لم يرتكبوا خطأ بحق الشجرة؟ نتكلم هنا عن الأطفال الذين كانوا يتنزهون، والذين أجروا الحوار مع الشجرة، ليس الأطفال الذين كانوا يعبثون بأغصان الأشجار. خجل الأطفال رغم أنهم لم يرتكبوا خطأ بحق الشجرة لأنهم شعروا وأحسوا بمعاناتها. إذن هم أحسوا بالمعاناة التي تعانيها الشجرة وتعاطفوا معها للحالة التي هي عليها. إذن هذه هو السبب لماذا خجل الأطفال رغم أنهم لم يرتكبوا خطأ. سابعا: أذكر أجزاء الشجرة الواردة في حوارها مع الأطفال ثم أذكر الأجزاء التي لم تذكر. إذن ما هي الأجزاء التي أو أجزاء الشجرة الواردة في الحوار مع الأطفال؟ ونذكر كذلك، أنتم تذكرون الأجزاء التي لم تذكر في النص. الأجزاء المذكورة: لدينا الأغصان ذكرت في النص، ثم الأوراق، ثم الجذع. بالنسبة للأجزاء التي لم تذكر، نقول مثلا الجذور، الثمار، الفروع، إلى آخره. إذن هذه عناصر لم تذكر
للشجرة داخل النص. ثامنا، قال الكاتب يا لها من صدفة، ما الصدفة التي يقصدها الكاتب هنا وهو أحد الأطفال الذين كانوا يتنزهون؟ قال يا لها من صدفة، عندما رأى حارس الغابة قادم قال يا لها من صدفة، ما الصدفة التي يقصدها؟ نعم، ماذا يقصد بالصدفة هنا؟ إذن ماذا نقول؟ قال الكاتب يا لها من صدفة، يقصد هنا صدفة تزامن مجيئهم إلى الغابة مع وجود الأطفال الذين يعبثون بالشجرة، بشجرة الصنوبر، ومجيء حارس الغابة. هذه هي الصدفة التي يقصد بها الكاتب. تاسعا، نصح رجل الغابة الأطفال ولامهم. إذن هنا قدم لهم نصائح وبعد ذلك لامهم. أستخرج عبارة اللوم وعبارة النصح. إذن هنا كذلك نستخرج عبارة اللوم وعبارة النصح، وأنا هنا وضعتها على شكل جدول. بالنسبة لعبارة النصح، قال لهم اعتنوا بالأشجار ثم حافظوا على هذا الكنز العظيم، انطلاقا من النص. ثم عبارة اللوم، ما هذا الدمار؟ ما هذا التصرف الأهوج، أي القبيح والشنيع؟ هل أنتم من فعل هذا؟ أهذا تطبيق لما تدرسونه بالمدرسة؟ جئتم لتخريب الغابة؟ إذن هذه كلها عبارات اللوم. ثم لدينا عاشرا، ما هدف الأطفال الذين عبثوا بالأشجار في نظركم؟ نعم، ما هو هدف الأطفال الذين كانوا يعبثون بأغصان الأشجار؟ إذن لدينا في آخر النص عبارة إذ بعصافير صغيرة لا تقوى على الطيران تفر من بين أرجل الأطفال في اتجاه الحشائش، بمعنى أن الأطفال الذين كانوا يعبثون بأغصان الأشجار كانوا يبحثون عن أعشاش الطيور، لذلك سقطت تلك الفراخ ولم تقوى على الطيران واندست نعم في اتجاه الحشائش. إذن ماذا نقول؟ كان هدف الأطفال الذين عبثوا بالأشجار هو البحث عن أعشاش الطيور بين أغصان الأشجار. إذن هذا الذي يبين أن هدف الأطفال الذين عبثوا بالأشجار هو البحث عن أعشاش الطيور. نعم، وهذا موجود في آخر النص. نعم، السؤال 11، أيهما أكبر، خوف الذين ارتكبوا أخطاء أم فرحة المتنزهين؟ هنا كذلك بالعودة إلى النص نعم سوف تجدون الجواب. إذن ماذا لدينا؟ أيهما أكبر، خوف الذين ارتكبوا أخطاء أم فرحة المتنزهين؟ كانت فرحة المتنزهين كبيرة بقدر ما كان خوف الذين ارتكبوا أخطاء عندما عبثوا وكسروا أغصان الأشجار، أي أن فرحة المتنزهين كانت كبيرة وهي متساوية كذلك مع خوف الذين ارتكبوا الأخطاء، أي أنهم بقدر ما كان الأطفال الذين ارتكبوا أخطاء بالعبث بالأشجار كبيرة، كانت كذلك فرحة المتنزهين كبيرة بقدوم حارس الغابة. السؤال 12، أشخص مع زميلي أو زميل أو زميلتي حوار الأطفال مع الشجرة. هنا كذلك تشخصون الأدوار نعم بالحوار الذي دار بين الأشخاص، بين الأطفال المتنزهين والشجرة. هنا أنتم تشخصون هذا الحوار. أجيب على سؤالي حارس الغابة بجملة. الحارس الغابة هنا طرح سؤالين أو نعم موبخا ومحذرا نعم الأطفال الذين عبثوا بالأشجار. ماذا قال لهم؟ أهكذا نرد جميل الأشجار؟ أهذا تطبيق لما تدرسونه بالمدرسة؟ إذن هنا سوف نأتي بجواب مناسب لهذين السؤالين. نعم، ماذا يمكن أن نقول كإجابة؟ ورد في على لسان حارس الغابة، أهكذا نرد جميل الأشجار؟ أهذا تطبيق لما تدرسونه بالمدرسة؟ ممكن أن نقول مثلا، بلى، ليس هكذا نرد جميل الأشجار وليس ما ندرسه بالمدرسة. ممكن أن نقول هذا الجواب. وممكن أن نقول مثلا، ليس هكذا نرد جميل الأشجار وهذا مخالف لما ندرسه بالمدرسة مثلا. إذن هذين جوابين على سبيل المثال لا الحصر. إذن أعزائي عزيزتي، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحصة. أحثكم دائما على مشاركة ما نقدمه مع أصدقائكم وزملائكم حتى تعم الفائدة. إذا أعجبتكم هذه الحصص التي نقدم لا تبخلوا علينا بالاشتراك والإعجاب. أشكركم على انتباهكم، دمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى اللقاء.